السلام عليكم ورحمة الله إذا اليوم مع الجديد في الرياضيات المستوى السادس صفحة 35 دونك القسمة تتمة ديال القسمة الخارج المضبوط طيب بيان نبداو مع التمرين الأول من بطبيعة الحال غتكونو درتو محاولة احسبوا وتصحوا خلال الفيديو احسبوا عدد قطع التوب من صفر متر فاصلة خمسة وخمسين التي يمكن الحصول عليها بواسطة قطعة التوب طولها تلتاش متر فاصلة اثنان دونك غادي بغينا عدد القطع ديال الثوب من صفر فاص متر فاصله خمسة وخمسين الطول ديالها هو هذا اللي غنحصلو عليها بواسطة واحد القطعة كبيرة فيها تلطاش متر فاصله اثنان شحال من قطعة دونك غنقسمو هذا على هذا إذا هنايا هما طلبوا منا بهاد الطريقة هادي كاين جوج طرق الطريقة الأولى وهي السهلة غنديرو تلطاش فاصلة اثنان حنا غنقسمو على صفر فاصلة خمسة وخمسين إذا عندي رقمان باش نتخلص من هاد الفصيلة هادي رقمان يعني كيقولي كي لي ضرب في, إذا انتهنا في, في إذا ميه إذا نتا هنا في ميه هنا نزيد واحد صفر باش يوليو جوج أرقام لأن غنضرب في ميه إذا غتولي ألف وتلتميه وعشرين قسمة خمسة وخمسين أو الطريقة التانية بلا ما نقول ضربت في ميه في ميه كنقاد عندي رقمان هنا رقم كنزيد صفر باش يوليو رقمان ونحيد الفاصلة الأمر سهل جدا دونك جوج أرقام جوج أرقام ميكفاوش أنا ناخد ثلاثة 132 شحال فيها من 55 كندير العمليه المساعده 13 شحال فيها من 5 3 3 في 5 راه 15 بزاف دونك 2 2 في 5 10 2 في 5 10 والاحتفاظ 11 دونك 2 2 0 نزلوا دابا 22 صار من 55 يعني مزيان نزلوا هذا الصفر هذا 220 شحال فيها من 55 العمليه المساعده 22 شحال فيها من 5 في 4 دونك 4 في 5 20 4 في 5 20 22, 22. نوك 4 و اذا هنايا غنكتبو 4 و 20 الطريقه الثانيه هي لاحظوا ان هذا ملي نزلنا هذا الاثنين 5 ضربنا في واحد العدد عطاتني 120 اذا 120 لاقسمتو على 5 غتعطيك 24 هكا كتبقى هذه هي الاسهل يعني قسمتي على المقسوم عليه كتلقى الخارج قسمتي على الخارج كتلقى المقسوم عليه جيد نشوفوا دابا اثنان وننجزوا القسمات التاليه اذا ندير القسمه بعدا دونك آه هنا التمرير رقم اثنان دونك مئة وعشرة قسمة ثمانية اذا عندي رقم نأخذ رقمين لان واحد ما كافينيش حداش من ثمانية هادي وبين واحد في ثمانية ثمانية آه حداش ناقص ثمانية ثلاثة صفر نزلو دونك فيها من ثمانية فيها ثلاثة لأن ربعة في ثمانية اثنين وتلاتين، ثلاثين دونك ربعة وعشرين، عشرة ناقص ربعة ستة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر هنا نضيف الصفر لأن غيطلبو مني ماذا أستنتج دونك نضيفو صفر نشوف واش غتكمل ولا ما متكملش دونك إلا ضفتو صفر أو ضربتو في عشرة يعني العشر خاصك ديرو فاصلة دونك ستين شحال في من فيها سبعة سبعة في ستة وخمسين عشرة ناقص ستة ربعة ستة ناقص ستة صفر نزيد واحد صفر آخر ولكن منبقاوش نديرو الفاصلة انا درناها مرة واحدة ربعين في شحال فيها من تمنية فيها خمسة خمسة في تمنية والباقي صفر مزيان دونك هذه القسمة الأولى نمشيو القسمة الثانية ميتين قسمة ستاش دونك ناخذ جوج ارقام فيها واحد واحد ستة واحد في واحد 12 ناقص ستة ستة هنا صفر نزلو هاد دونك ستين شحال فيها من ستاش جدول الضرب ديال ستاش سبق درناها في واحد التمرين دونك في ستاش و ربعين في ستاش ربعة وستين كتر من ستين دونك دونك عشرة ناقص ثمانية جوج واحد دابا إلا بغيت نتابع القسمة كما قلنا كنضيف صفر وكندير العشر لأن في عشرة يعني خصني ندير العشر إذا مية شحال 16 فيها من آه فيها جربنا ربعة ستة ستة وثلاثين ستة دونك أنا عندي شحال مية دونك سبعة سبعة في ستة اثنين و سبعة في واحد سبعة واربعة ربعة ميه و اثناش دونك ميه و قريبة بزاف لدرتي ثمانية غتفوت ميه وعشرين ميه و إذا عشرة ناقص جوج ثمانية صفر صفر نضيف واحد صفر دونك راه غتكون نفس النتيجة راه خمسة خمسة في ستة ثلاثين نصف خمسة وثلاثة ثمانية دونك نفس الخارج مزيان غنشوفو دابا القسمة الموالية اللي هي خمسمائة وخمسين قسمت أربعين إذا أعتقد غتكون تاهي نفس الخارج دونك ناخد جوج أرقام ثا واحد واحد صفر واحد, ده واحد. هذا. ثلاثة. ثلاثة في, سافر. سافر في ربعة دونك خمسة واحد نزلو هاد الصفر هدا غتكون بحال ثلاثة تلاتة تلاتة في صفر صفر تلاتة في ربعة تناش صفر تلاتة صفر دونك نفس الخارج غنديرو صفر نضربو في عشرة نديرو الفاصلة فيها سبعة سبعة في صفر صفر سبعة في ربعة 28 وعشرين صفر عشرة ناقص ثمانية جوج صفر نزيد واحد صفر غتكون فيها خمسة خمسة في صفر خمسة في ربعة وعشرين دونك هذه القسمة التالتة دونك يكون نفس الخارج ألف ومية قسمة دونك عرفتوا هذه لقينا نفس الخارج لاحقاش لاحق. 110 ضربناها في 2 ولات 220 و 8 ضربناها في 2 ولات 16 الا ضربتي نفس العدد المقسوم والمقسوم عليه نفس الخارج هنا نفس الشيء ضربناها في 5 و ضربناها في 5 ولات 40 غيعطيك نفس الخارج داك هنا غيعطينا نفس الخارج ثلاثه الارقام فيها واحد واحد صفر صفر واحد في 11 ناقص 8 3 صفر ندلو آه الصفر هذا دونك, فيه تلاتة. تلاتة في في دونك في فيها 3 3 في صفر 3 في 8 24 صفر 10 ناقص 4 6 صفر دونك نزيد نضربو في 10 ونديرو الفاصله فيها 7 7 بحال صفر 7 في 8 56 صفر 10 ناقص 6 4 صفر نضربو الثاني في 1 10 دونك ربعمية شحال خمسة لأن خمسة في واربعين ربعين دونك بربعة عندهم نفس الخارج نفس الباقي اسمه مضبوطة جيد إذا ماذا أستنتج أستنتج أنه إذا ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في نفس العدد لا يتغير الخارج لا يتغير الخارج جيد وحدد العملية التي تمكن من الانتقال في آن واحد من 110 إلى 550 ومن 8 الى 40 هي هذه ضربنا 8 في 5 وضربنا 110 في 5 يعني هنا ضربنا في 5 وهنا ضربنا في 5 اذا 110 ضرب 5 تساوي 550 و8 ضرب 5 تساوي 40 ضربنا في نفس العدد اللي هو 5 أحدد العملية التي تمكن من الانتقال في أن واحد من مئة 110 وعشرة إلى ألف ومئة مئة وعشرة باش تولي ألف ومئة زدنا على الصفر يعني ضربنا في عشرة وثمانية ضربناها في عشرة إذا ضربنا المقسوم المقسوم عليه في نفس العدد اللي هو عشرة عطانا نفس الخارج جيد نمشيو دابا لثلاثة أقرأ الوضعية وأتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم آخر أثناء حله لها وإجابتها على أسئلتها أجيب على أسئلة الوضعية وأتجنب الأخطاء التي توقعتها دونك اشترت الأم قطعة التوب بثمن 39 درهم فاصلة 9 إذا علمنا أن ثمن المتر الواحد 11 درهم فاصلة 4 دونك قطعة فيها 39 قطعة درهم فاصلة 9 و 11 درهم فاصلة 4 للمتر واحد دونك ما طول القطعة عملية القسمة يعني المبلغ اللي أو المبلغ اللي أدينا على قطعة الثوب كنقسموه على تمن المتر الواحد باش نعرفو شحال يجيب ليا من قطعة ما طول القطعة التي اشترتها الأم إذا ثلاثة إذا قبل الإجابة على السؤال أتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتعلم أثناء حلي وإجابتي على أسئلتها إذا شنو الأخطاء اللي يقع فيها المتعلم يمكن عدم فعل المسألة يدير الضرب إذا عدم فهم الوضعية نقول المسألة ولا الوضعية عدم فهم الوضعية حيث يجري عملية الضرب إذا ميفهمش المسألة ويدير عملية الضرب هي قسمة آه شي خطأ آخر مثلا آه ميحولش ما يحولش مزيان آه، لا يتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه لا يتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه نقدر آه، ندير مثلا أخطاء في جدول الضرب كل هذه أخطاء يمكن يديرها المتعلم دابا نحلو الوضعية إذا طول القطعة التي اشترتها الأم طول القطعة التي اشترتها اشترتها الأم إذا كنا نديرو قسمة تسعود وثلاثين فاصلة تسعود غنقسمو على حداش فاصلة أربعة إذا هنا كما كتلاحظو عندي رقم الفاصلة رقم وراء الفاصلة إذا باش نتخلص منهم عشرة نفس العدد دائما حيت لا ضربت نت... ماشي نفس العدد راه غيرت القسمة إذا نتخلص غنتخلص من الفاصلة ما تبقاش ثلاثة الأرقام غناخد ثلاثة الأرقام نجربو أم... ثلاثة ثلاثة في ثلاثة في واحد ثلاثة والاحتفاظ ثلاثة في واحد ثلاثة دونك تساوي ناقص اثنان سبعة ناقص ربعة خمسة صفر سبعة وخمسين صار من مية مزيان دونك نقدر ندير نضرب في عشرة وندير العشر دونك شحال فيها خمسة لأن خمسة شحال من واحد خمسة أول حاجة نجرب خمسة أنا حسبت لقيتها صحيحة خمسة في عشرين خمسة في واحد خمسة سبعة خمسة في واحد خمسة. دونك تسعة, تسعة. قسمة إحدى عشر أربعة تساوي ثلاثة فاصلة خمسة درهم ثلاثة دراهم فاصلة خمسة للمتر آه عفوا أو عفوا متر وليس درهم متر نعتم آه المتر الواحد إذا ثلاث أمتار فاصلة خمسة دول قطعة لي الأم جيد <hesitation> نمشيو ما العدد الذي نضربه في خمسة عشر ونحصل على 352.5 اذا وخمسين فاصله خمسة، إذا العدد اللي نضربه في خمسة عشر نحصل على هذا العدد، نديروا قسمة، دونك 14 أو 4 دونك على خمسة حيت احد العاملين الا قسمتي على احد العاملين غتلقى الاخر قسمتي على 15 تلقى هذا قسمتي على هذا تلقى 15 دونك 15 جوج ارقام غنشدو جوج ارقام كافيه دونك فيه في فيها جوج جوج في خمسة عشرة. ثلاثة. ثلاثة في 1 جوج فيها في 16 دونك في في كما قلنا دابا راه 15 جدول الضرب ديال 15 حداكم ماشي كامل ولكن غير شويه منه 12 ناقص 5 7 0 دابا غننزلوا العشور حنا خصني ندير الفاصله باش نكتب في العشر 75 شحال شحال 15 كما قلنا راه كنديرو جدول ديال 15 هي فيها 5 راه باينه باش كنجرب مثلا 7 شحال فيها فيها كبيره غتسيبوها تسعين خمسة غتسيبوها خمسة وسبعين هي هي القسمة دونك خمسة خمسة وسبعين إذا ثلاثة وعشرين فاصلة خمسة ثلاثة وعشرين فاصلة خمسة بزاف جيد شوفوا دابا الخمسة اكتشفوا الأخطاء الواردة في عملية قسمة خمسة فاصلة وعشرين على و وأصححها إذا شنو الأخطاء اللي دارت لاحظوا عدد اثناش جوج أرقام شدت اثنين وخمسين وهذا خطأ لأن عندي في الجزء الصحيح خمسة خصني ناخد خمسة ما تعديش خمسة إذا شنو هو الخطأ الخطأ هو عندي هنايا في الجزء الصحيح غير خمسة وهي خادت اثنين وخمسين اذا لا ي... شنو هو الخطا اللي هذا لا يجب اخذ العشر في المرة الأولى لا يجب أخذ العُشر في المرة الأولى إذا هنا يعني عندي خمسة وخمسة ما كافيانيش راه كاين الفصيلة ما عنديش حق نفوتها دونك فيها صفر صفر في اثناش صفر خمسة ناقص صفر خمسة دابا ننزل اثنان اللي هو العشر كنديرو فاصلة اثنين وخمسين شحال فيها من اتناش فيها اربعة اربعة في جوج 8 اربعة في واحد اربعة دونك ناقص ثمانية اربعة خمسة ناقص خمسة صفر بلا ما نديرو ثمانية شحال فيها من اتناش فيها اربعة اربعة في اثناش 48 وربعين صفر هذا هو الجوة. صحيح دونك هنا كانت الفصيلة الجزء الصحيح فقط وخا ميكونش كافي قسمت سارة التمرين ستة قسمت سارة واحد فاصلة اثنان على ستة وانجزت عملية القسمة على الشكل التالي تا درت دارت نفس الخطأ اكتشف خطأها واصححه اذا الخطأ اللي دارت تا نفس الشيء خدات 12 شحال فيها من ستة فيها جوج جوج ستة و هنا اذا هنا الخطأ شناهو لا يجب ان نأخذ العشر نفس الجواب في المرة الأولى إذا أصححه ستة إذا واحد فاصلة اتنان قسمة ستة خصني رقم واحد وخا نزل اثنان هو العشر ندير فاصلة اثنان 12 صفر دونك فاصلة اثنان هذا هو القسمة الصحيحة جاي نمشيو للسبعة إذا كان صفر آه فاصلة صفر تسعة مقسومة على واحد فاصلة ثمانية هو صفر فاصلة صفر خمسة أتحقق من أن هذا مقسوم على تمنتاش هو هذا الجواب هذا إذا نتحقق علاش ما نتحقق سبعة دونك صفر فاصلة صفر تسعة مقسومة على 18 دونك اه عندي الرقم غناخدو لان مضطر كاين الفاصلة نزلو صفر نديرو الفاصلة لان العشر دونك فيها صفر والباقي صفر نزلو تسعود تسعود صفر والباقي تسعود واحد منديروش فاصلة لانها كاينة دونك تسعين شحال خمسة خمسة, في 40. خمسة في واحد خمسة دونك صفر فاصلة صفر صفر خمسة أو خمسة أجزاء من الألف دونك تحققنا منه جيد ثمانية أضع الفاصلة في الخارج إذا هنايا آه خاصني أول حاجة نديرو التحويل إذا باش نديرو التحويل غنضربو هنا في عشرة وهنا في عشرة إذا إلا ضربت هنايا في عشرة باش تولي خمسة هنا غنضرب في عشرة يعني الفاصلة تولي هنا إذن آه عندي خمسة ستة شحال فيها من خمسة فيها واحد واحد في خمسة خمسة والباقي صفر غنزلو واحد واحد شحال فيها من خمسة دوك هنا راه الجواب خاطئ آه عفوا ناقص خمسة راه واحد داكشي باش نشوف حداش شحال فيها من خمسة فيها اثنان اثنان في خمسة عشرة والباقي واحد دابا ملي غنزل هذه الخمسة هذه اللي هو العشر غندير فاصلة هاد الفاصلة هنايا جيد اه نشوفوا هذه هادي دابا باش نتخلصو من الفاصلة دوك نفس الطريقة غنضربو في عشرة في عشرة إذا إذا هادي غنتخلصو منها وهادي غتولي هنا إذا اه خمسون كم فيها من سبعة فيها سبعة سبعة سبعة, سبعة تسعود وربعين يبقى واحد غنزل راه خصني ندير فاصلة أحنا إلا بغيتو نكملوها نديرو تسعة 1 واحد صفر نزلو الربع خصني نديرو فاصلة جيد بنفس الطريقة هنايا غنضربو في عشرة باش من الفاصلة هنا في عشرة إذا هنايا الفاصلة مبقاتش وهنا الفاصلة ولات هنا دونك تسعود وعشرين شحال فيها من ستة فيها ربعة ربعة في ربع ربع. والباقي خمسة غنزلو الربع اللي هو العشر خاصني ندير فاصيلة تعود في ستة وخمسين والباقي صفر جيد سعود ثلاث قسمات من بين اربع قسمات لها نفس الخارج احدد القسمه التي ليس ليس لها نفس خارج القسمات الاخرى دونك هاد اربع قسمات عندهم نفس الخارج الا وحده شكون هي دونك هنا آه هنا الفاصله دازت برتبه وهنا دازت برتبه يعني صحيحه اذا من هنا لهنايا ضربنا في عشرة من هنا لهنا ولا من هنا لهنا عاوتاني دونك الفاصلة رجعناها برتبة وهنا رجعناها برتبة اذا هنايا صحيح هنا خلنا الفاصلة تحيدت ولات خمسة يعني ضربنا في عشرة اذا هنا خصنا نضربو في عشرة تولي خمسين اذا هذه هي اللي ما عندهاش نفس الخارج هذه آه هي اللي خاطئه خاص تكون هنايا خمسين اذا هذه هي اللي ما عندهاش الا درتوا القسمات تلقاو هذه اللي ما عندهاش نفس الجواب جيد نمشيو آه العشرة. اذا كما قلنا آه هذه ضربنا في عشرة آه من هنا لهنا مثلا ومن هنا لهنايا ضربنا في 100 دونك من هنا لهنا ضربنا ثمية وهذه اللي معزولة شو التمرين عشرة دونك اشرحوا لي ماذا خارج صفر فاصلة اربعة على صفر فاصلة صفر خمسة هو عدد صحيح طبيعي دونك هنايا صفر فاصلة اربعة مقسومة على صفر فاصلة صفر خمسة دونك هنايا باش نتخلصو من الفاصلة عندي واحد جوج واحد كنزيد رقم تاني باش نضرب في مئة في مئة اذا هنايا تخلصت من الفاصله في ضربت في 100 يعني دازت بها تولي 40 هنا دازت بها تولي 5 و40 مقسومه على 5 شحال فيها 5 8 8 في 45 اذا هنا داكشي علاش عدد صحيح طبيعي اذا ماذا يمثل الخارج 8 آه هو عدد صحيح طبيعي ماذا يمثل الخارج صراحه السؤال غير غير مقنع ماذا يمثل الخارج الخارج يمثل عدد صحيح طبيعي راه قالوها أه هو خارج القسمة دونك ماذا يمثل الخارج هو خارج القسمة خارج القسمة 11 احدد العدد الناقص في المتساوية دونك 0.8 مقسوم على كم تعطيني 20 غنديروا العملية ديال القسمة اللي هي أه 20 قسمة 0.8 دونك باش نتخلصوا من هذه الفاصلة هذه نضربوا في 10 وهنا في 10 وهكذا هذه تولي ميتين وهذه نتخلصو من الفاصلة دونك عشرين شحال فيها من تمنية فيها جوج جوج تمنية ستاش عشرة ناقص ستة ربعة جوج ناقص جوج صفر نزلو الصفر شحال فيها من تمنية فيها خمسة خمسة في تمنية ربعين والباقي صفر إذا هو خمسة وعشرين يعني مساحة بقعة أرضية مستطيلة الشكل هي مية وعشرين متر مربع فاصلة ستين طولها اثناش متر فاصلة ثمانية أحسب عرض هذه القطعة إذا إلا بغيتوا العرض ديال هاد دي القطعة هادي عندي القاعدة دونك 12 عندي القاعدة كتقول لي راه العرض هو المساحة قسمة طول إذا هي مية واحد وعشرين فاصلة ستين مقسومة على 12 فاصلة تمنية دونك هنا باش نديرو عملية القسمة نضربو هنايا هاد الصفر أصلا زايد دونك نضربو في عشرة فعشرة باش تحيد الفاصلة دونك كتولي ألف آه وميتين وستاش مقسومة على مية وتمنية وعشرين دونك مية وحد وعشرين راه مكافيش غناخدو الأرقام كاملين دونك تناش شحال فيها من واحد فيها تناش يعني تسعود هو الكبير دونك هنا جدول الضرب ونجربو نجربو مية وتمنية وعشرين نجربو مثلا في تمنية مثلا

تمنية فواحد عشرة ألف دونك تسعود تسعود في تمنية تسعود 10. في جوج خمسة تسعود في تسعود حداش دونك ألف مية تسعود ألف و مية و دونك من خمسة ستة صفر صفر ثمانية هنا ستة ناقص جوج ربعة حداش ناقص خمسة ستة صفر صفر هي هاديك ربعة وستين أه نزيد واحد صفر نديرو الفاصلة دونك أه فيها ربعة ولا خمسة 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 في تمنية ربعين خمسة في جوج عشرة ربعتاش خمسة في واحد خمسة والحتي فيها ستة دونك صفر 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 إذا تسعود فاصلة خمسة وبالتالي هذه تسعود متر فاصلة خمسة ضونك هنا أنهينا الصفحة خمسة من الجديد في الرياضيات المستوى السادس شكرا والسلام عليكم ورحمة الله